هذه الحلقة برعاية دي جي كورنر. السلام عليكم أعزائي المتابعين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة لهالأسبوع. كل عام وانتم بخير بمناسبة قرب عيد الفطر. وبمناسبة العيد مثل كل سنة راح نسوي سحب على جهاز عندنا هني في القناة، والجهاز اللي راح نسوي له ريفيو اليوم راح يكون نصيب واحد من المتابعين. كل اللي عليك تسويه هو الاشتراك في هذه القناة ومتابعة حسابي في الانستغرام، سوي لي فولو هناك، والتعليق على الفيديو هني في هالقناة وعلى الفيديو اللي موجود في الانستغرام. وكل ما زادت تعليقاتكم كل ما زادت فرصكم بالفوز. قبل أن نبتدي هذه الحلقة لا تنسى تعطينا زر اللايك وتشترك في القناة إذا أنت ما كنت مشترك، ومشاركتها مع جميع أصدقائك حول العالم عساس نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة من المهتمين في هذا المجال. وإذا هذه كانت أول مرة تشرفني في هالقناة، معك أخوك هاشم العلوي، وفي هالقناة إحنا نتكلم عن كل شيء له علاقة في الموسيقى، ميوزك تكنولوجي، والأوديو إنجينيرينج أو الهندسة الصوتية. اليوم يا شباب راح نلقي نظرة على جهاز ميني فريك من شركة أورتوريا. شركة أورتوريا طبعاً معروفة بإطلاقها لمنتجات وسوفتوير اللي هو يعني كيبوردز أو هاردوير وسوفتوير، جودتها عالية وفيها خواص كثيرة مقابل سعر مناسب. إذا ما شفت حلقة مراجعة جهاز اللي قبل هذا اللي هو المايكرو فريك، بخلي الرابط في وصف الفيديو هذا، تقدر تروح تشوف الحلقة وترجع تكمل معانا هنا. طبعاً أول ما شفت أنا هالجهاز استانست، لأنه أخيراً 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 في كيبورد عادي، كيبورد هاي مو مثل الكيبورد اللي كان موجود في جهاز المايكرو فريك. لو تتذكرون جهاز المايكرو فريك كان فيه شريحه، او الكيبورد ماله كان عباره عن شريحه الكترونيه او PCB، والعزف على هاي النوع من PCB او ما اقدر نسميه كيبورد، العزف على هاي النوع من الشريحه كان جدا صعب وما كان يعطيك الاحساس نفس الاحساس الكيبورد العادي. جهاز الميني فريك فيه نفس الاوسيليترز او نفس مولدات الصوت اللي موجوده كانت في جهاز المايكرو فريك، وهاي الاوسيليترز اللي هم التو اوسيليترز او محركين الصوت هم نفسهم اللي موجودين في جهاز الميني فريك وجهاز المايكرو فريك. بس الفرق اللي عندنا في هاي الجهاز هو ان احنا عندنا 6 فويس بوليفوني، يعني معناته ان احنا نقدر نعزف اكثر من نوته في نفس الوقت. حتى في بعض الاصوات فيها تقريبا 12 نوت بوليفوني، يعني اقدر اضغط على 12 مفتاح في نفس الوقت. وهاي الفرق هو الفرق الكبير بين هاي الجهاز والجهاز السابق. في هاي الجهاز عندنا ديجيتال افكتس، هاي الديجيتال افكتس ما كانت موجوده في الجهاز السابق. اذا كنت بتسوي ريفرب او ديلي او اي نوع من الافكتات الثانيه كان لازم توصل المايكرو فريك بجهاز افكتس مختص، ما كان في بلت ان اي نوع من الافكتات. الوضع مختلف في هاي الجهاز لان احنا عندنا اليوم ديجيتال افكتس موجودين هنا، اب تو 3 افكتس موجوده عندنا، وهاي الافكتات انواعها مختلفه من الريفرب والديلي، وحين يعني بنلقي نظره عليهم مع بعض. وعندنا طبعا الاوسيليترز اللي تكلمنا عنهم 2 اوسيليترز بير فويس، وعندنا ايضا 2 LFOs هنا نقدر نتحكم فيهم بهاي السكشن، وطبعا الانالوج فلترز اللي موجودين هنا بالانواع المختلفه اللي فيها اللي هو اللو باس والهاي باس، ونقدر عندنا طبعا اهم عنصرين موجودين في الانالوج فلترز هم الكت اوف والريزونانس، وهاي طبعا موجودين هنا نقدر نتحكم فيهم بكل سهوله. هاي القسم يا جماعه اللي موجود هنا لو تلاحظون هاي القسم مسؤول عن السيكونسرز، يعني انا اقدر اتحكم في السيكونسز بالطريقه اللي انا ابغيها، ممكن حتى ابرمجهم انا بنفسي. هاي طبعا جدا جدا يفيدنا في حال احنا بنستخدم انواع الاصوات مثل الاربيجيترز، فهاي السيكونسز يقدر يعطينا تحكم على الاربيجيترز نفسهم وشلون انا ابيهم يروحون فوق وتحت، فوق بس تحت، والحركه مالتهم بشكل عام. الكيبورد طبعا مثل ما خبرتكم جدا جدا فرحت انه انا شفته، لانه هو مو بس كيبورد عادي، هو ايضا تاتش سنسيتيف وفيلوسيتي سنسيتيف. شنو يعني تاتش او فيلوسيتي سنسيتيف؟ يعني كل ما انا اضغط على المفاتيح بشكل قوي كل ما الصوت راح يكون اعلى او الصوت راح يتغير بشكل او باخر. عندنا ايضا في هذه الجهه ادجستبل بيتش والمود ويل اللي موجودين، وهما طبعا ممكن انا ابرمجهم واتحكم فيهم واخليهم يسوون الشيء اللي انا ابي. عندنا ايضا الماكروز، هاي الماكروز اللي هم اقدر اتحكم فيهم في شنو الاشياء اللي انا ابي هاي المود ويلز والبيتش ويل يسوونها.
لو ألقينا نظرة على خلف الجهاز راح نشوف إن في عندنا USB input, audio in, stereo output وطبعاً الـ power supply. الجهاز السابق اللي هو المايكروفريك كان فيه مجرد مونو اوت، ما كان يعطينا ستيريو اوت، فهاي الحلو ايضا، هاي يعني مثل ما يقولون وان ستيب اب في الابجريد الخاص بالميني فريك. في هاي الجهه راح نشوف ان عندنا المود ماتريكس مثل ما كان موجود في النسخه السابقه، ولكن عليه بعض الاضافات القليله. طبعا يا شباب الجهاز منه وفيه راح يكون في مجموعه اصوات كبيره، والحلو اللي فيه ايضا انه ممكن انا اشبكها على جهاز الكمبيوتر واستخدم الجهاز نفسه كبلجن عندي في برنامج تسجيل في برو تولز ولا في لوجيك ولا في ريبر او اي برنامج تستخدمه. اللي عجبني في نسخه البلجن هو ان التحكم فيها انا بالنسبه لي يعني تحكم اسهل من الجهاز نفسه، وتقدر طبعا انك انت تسوي له اوتوميشن داخل برنامج التسجيل نفسه. الاغنيه اللي سمعتوها في بدايه هاي الفيديو واللي راح تسمعونها ايضا في نهايه الفيديو استخدمت فيها الميني فريك بشكل رئيسي. طبعا في بعض الالات الاخرى مثل الدرمز وبعض الالات اللي مو موجوده داخل الميني فريك، ولكن 90% تقريبا الالات المستخدمه كانت من جهاز الميني فريك. خلونا نسمع بعض الاصوات اللي موجوده داخل هاي الجهاز. مع صوت البيس اي صوت ممكن ان انا اسوي له سيكونسر. لو نشوف هاي صوت البيس مثلا صوت عادي لان الاربيجيتر او السيكونسر مغلق حاليا، لكن اذا ابي اعطيه حركه ممكن انا اشغل الاربيجيتر واتحكم هنا في شنو نوع الاربيجيتر اللي انا ابي. هاي طبعا بخصوص الاربيجيتر، نفس الصوت انا اقدر اسوي سيكونس مثل ما احنا نشوف الحين. اذا ضغط على سيكونس بيعطيني اوردر ثاني او حركه ثانيه حق الصوت نفسه. نشوف اصوات ثانيه. الديجيتال افكتس اللي موجوده هنا تقدر تعطيني انواع مختلفه من الافكتات، ممكن اختار طبعا اكثر من افكت. في عندنا لو تلاحظون هنا ما ادري الشاشه كلش صغيره بس ممكن اقول لكم ايش اللي موجود. عندنا ريفيرب، عندنا ديستورشن، بيت كراشر، 3 باند اي كيو، بيك اي كيو، مالتي كومبريسر، عندنا كورس، فيزر وفلانجر. خلينا ناخذ مثلا ريفيرب. هاي ما في اي افكت الحين. وانا قدرت طبعا الحين اقدر اضيف عليه افكتات بنفس الريفرب. نشوف اصوات ثانيه على السريع. هذه يا شباب نظرة سريعة على جهاز الميني فريك من شركة أورتوريا. مثل ما خبرتكم هاي الجهاز راح يكون من نصيب واحد من المتابعين. كل اللي عليك تسوي مرة ثانية هو أنك تشترك في هذه القناة وتشترك في حسابي في الإنستغرام وتكتب لي تعليق في قناة اليوتيوب وتسوي منشن حق واحد أو اثنين أو ثلاثة من الأشخاص على حساب الإنستغرام. طبعا كل ما زادت تعليقاتكم كل ما زادت فرصكم بالفوز. إن شاء الله عجبتكم الحلقة، لا تنسوا مرة ثانية تشتركون في القناة وتشاركونها مع جميع أصدقائكم حول العالم عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكن. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.